زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة عن الخطوات المكثفة اللي تم العمل عليها بعد ثورة 30/6 من أجل تحسين حياة المواطنين، لحد ما أصبحت الجمهورية الجديدة شاهدة على إطلاق أكبر شبكة للحماية الاجتماعية من خلال برنامج الدعم النقدي بعد ثورة 30 يونيو. صحيح الشاذلي حانو، برنامج الحماية الاجتماعية اللي تم العمل عليه تحت مظلة التضامن الاجتماعي يعتبر هو الأكبر في تاريخ مصر، ونتج عن هذا البرنامج الحقيقة أمور إيجابية كتير جدا وكبيرة، أيضا حسنت من دخل المواطن ووفرت له حياة كريمة لي ولأسرته. كلام كتير جدا عن حصاد برامج الحماية الاجتماعية نستعرضه مع حضراتكم ومع سيادة النائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. نورنا في استوديو صباح الخير يا مصر. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير على حضرتك. صباح الوقت. طيب في البداية، وإحنا بنقول ودايما بنكرر وبنسمع جملة بقالنا فترة الحقيقة، فكرة تطبيق أكبر برنامج مظلة أو حماية اجتماعية في تاريخ مصر، إيه اللي يدلل على هذه الجملة؟ اللي يدلل على هذه الجملة الأرقام من حيث المبدأ، اللي يدلل على هذه الجملة كمان البحث التاريخي. إحنا ما قبل 30 يونيو ما كانش عندنا منظومة للدعم النقدي، تم إطلاق تكافل وكرامة بعد ثورة 30 يونيو، وكان بدأ كمشروع صغير كتجربة في الأول. الحقيقة التجربة أثبتت نجاح كبير، لقينا مجموعة من الأبحاث اتعملت على المستفيدين من برامج تكافل وكرامة، شفنا ازاي ان أثر المساعدات النقدية اللي بيتم تقديمها بتحسن إيجابيا من حياة المواطنين. كمان تصميم البرنامج كان تصميم جيد جدا، لأن هو المستفيدين بصورة أساسية هم النساء، وده أدى لتحسين كبير كمان في مسألة في مسألة الإنفاق في الأسر، زي أن الفلوس دي ما بيتمش إهدارها زي البعض ما كان متخيل، بالعكس السيدات بتقدر تصرف الفلوس دي صرف عائل جدا رشيد جدا، بنلاقيه مثلا بيحسن من جودة الغذاء اللي بتحصل عليه الأسر، بنلاقي أن بعض الفلوس دي كمان بتروح لتحسين الخدمات التعليمية اللي بيتلقاها أبناء الأسر، فالأم أو السيدة تقدر توزع الفلوس بصورة كويسة جدا، ففي الآخر بيحصل عملية تنمية حقيقية للأسر دي، بنلاقي أن مستوى التعليم بيتحسن، جودة الحياة بتاعت الأسر بتتحسن، حصل توسع في المستفيدين في البرنامج، المستهدف حاليا 5 مليون أسرة. الأرقام نفسها كمان بتاعت المخصصات تضاعفت من أعتقد حوالي يمكن في حدود 16 مليار أو حاجة زي كده من 3-4 سنين، السنة دي داخلين في 31 مليار مستهدف في الموازنة الجديدة، ففي تضاعف لعدد المخصصات وعدد الأسر كمان إن هي بتوصل لخمسة مليون أسرة. طبعا لنا أن نتخيل في ظل الأزمة الاقتصادية، لما هتقول خمسة مليون أسرة وهنتخيل مثلا متوسط الأسرة قد إيه، مثلا ثلاث أفراد أو أربعة؟ أربعة أربعة وثلاثة من عشرة تقريبا، ده المتوسط فندم. فإجمالي المستفيد من هذه المبادرة بالزبط من هذا البرنامج بالظبط كده، يعني بنخش في حدود يمكن 28 مليون أو حاجة زي كده، لكن احنا بنبص على الأسر أكتر، لأن التصميم بتاع البرنامج بيكون معني أكتر بالأسر اللي عندها أطفال في التعليم والملتزمين بالحضور في التعليم، لأن ده واحد برضو من أهداف البرنامج، أنك تضمن انتظام الأطفال في المدارس وان هم يتلقوا التعليم بتاعهم. هو من اهداف ولا من شروط استكمال الدعم؟ ما هو ده من تصميم البرنامج الهدف منه كده، يعني المشروطيه بتاعت البرنامج ان انت يبقى الاطفال موجودين في المدارس. ليه؟ ده الهدف الاساسي بتاع البرنامج، ان انت تعمل حاجتين، ان انت اولا تضمن ان انت ما يحصلش عندك تسرب من التعليم، تقلل من مساله عمالة الأطفال، ترفع جودة حياة الأسرة بأن الأطفال بتوعها يتلقوا خدمة تعليمية، أن أنت بتديهم فلوس في إيديهم فيقدروا يوزعوها بصورة طبقا لاحتياجاتهم الحقيقية، سواء في صورة مثلا يعني في دراسة محترمة جدا اتعملت على الموضوع ده، فبنلاقي مثلا في جزء مثلا من الفلوس بيتم إنفاقه في المستلزمات بتاعة المدرسة مثلا على سبيل المثال لبس أو غيره، كتب،
في مسألة التعليم، الانتظام في التعليم، في مسألة الغذاء نفسه اللي بتحصل عليه الأسر، فبيحسن شوية من سلة الغذاء اللي بتحصل عليه الأسر، فبالتالي ده كله بيعمل ما يطلق عليه مسألة التنمية البشرية، ان انت النهاردة ازاي بتضمن ان صحة كويسة للمواطنين، جودة تعليم عالية للمواطنين والتحاق وانتساب في التعليم، الخدمات التانية بقى زي مثلا ما يتعلق مثلا بالصرف، بالمية، بالجودة حياة المسكن نفسه، الكلام ده كله، فكل المسألة دي مسألة اللي هي التنمية البشرية. طيب سيادة نائب، يمكن واحنا بنتكلم عن مظلة الحماية الاجتماعية مؤخرا خدت مفهوم أوسع شوية، يعني إحنا كان بالنسبة لنا هذا المصطلح متوقف فقط على فكرة الإعانات أو المعاشات أو ما إلى ذلك، يمكن حتى كانت بتبقى معظمها مادي. بعد كده تابعنا برنامج حماية، عفوا، حياة كريمة، وشفنا إزاي توسع الموضوع، ما توقفش فقط عند إعانات أو معاشات، بالعكس بقى في فرص عمل، بقى في تمكين للمرأة وللشباب، بقى في برامج متعلقة بالصحة، معنية بالصحة فقط، برامج متعلقة أو مبادرات معنية أكتر بالتعليم فقط وبالأطفال وبالأمهات يعني وما إلى ذلك، فبقينا قادرين نوصل لفئات أكبر، ويمكن قادرين كمان نلبي احتياجات أكتر، لأن كان في بعض الفئات أصلا مش داخلة ضمن المعاشات أو حتى ضمن هذه الإعانات. شايف حضرتك فكرة التكامل، تكامل المبادرات مع فكرة المعاشات أو حتى الحماية الاجتماعية أو مظلة الحماية الاجتماعية بهذا المفهوم الجديد، إزاي قدرت أنها تفيد المواطن المصري؟ تمام. في البداية كان بس اللي بيحصل عليه المواطن معاش، المعاشات يعني، والتموين. بعدين تم تطوير الموضوع شوية بعد 30 يونيو وبدأ يبقى فيه تكافل وكرامة. بعدين المسألة ان انت لما بتعملي حماية اجتماعية بيطلق عليها شبكة حماية اجتماعية. شبكة حماية اجتماعية ليه؟ لان ما بيبقاش برنامج واحد او حاجة واحدة، لازم مجموعة من التدخلات تتكامل مع بعضها وتشبك مع بعضها، فتقدري تحمي الناس من الوقوع في براثن الفقر أو إن تدني جودة الحياة بتاعته. فبعد كده حصل المرحلة اللي بعديها في التطوير أو بناء هذه الشبكة، كان مبادرة حياة كريمة. والحقيقة دي يمكن من تاريخين من أحسن وأكبر المشروعات اللي حصلت في تاريخ مصر واللي مست فعلا حياة الناس. ليه؟ لأنها برضو تاني اتصممت صح جدا. الأول كان بيحصل رفع الاحتياجات في المناطق المختلفة، فبنشوف المكان ده، القرية دي، النجع ده محتاج إيه بالظبط، إيه احتياجاته، والناس هي اللي بتشارك في رفع الاحتياجات، فبالتالي بتبقى عندك عارفة الحتة الفلانية محتاجة كذا، الحتة الفلانية محتاجة كذا، فبتبدأي توزعي الموارد بصورة دقيقة جدا وبصورة فيها حوكمة وانضباط، بتمسي حياة المواطن، بتبدأي تحسني من جودة حياة المواطن. جودة الحياة بقينا نشوف ان الموضوع بدأ ياخد صورة مش يعني واسعة شوية واكثر اشتمالا، مش بس مسألة تقديم خدمات مباشرة زي ما كنا بنتكلم في مسألة السلع الغذائية او في المعاشات، لكن كمان توصيل خدمات صرف صحي، توصيل مياه شرب نقية، تحسين شبكة الطرق، شبكة الطرق، وحدات صحية، عندك كمان انترنت. بالجانب ده كمان في جزء توعوي كان بيحصل. الميزة في المشروع ده حاجتين، ان اولا انت بتشتغلي على محاور متوازية، حاجة تانية ان الناس حاسة بملكية هذا المشروع، الاونرشيب بتاع المشروع. الاول الحكومات على طول كانت بتنزل تعمل مثلا صرف صحي، تعمل مساكن، تخلق فرص عمل، أي بس الناس في الاخر ما كانتش حاسه ان ده بتاعها، ما كانتش حاسه بالملكيه بتاع الموضوع. لما انت دخلتي بالفكر بتاع حياه كريمه، وان انت بقى في متطوعين من القرى نفسها المستفيده، الناس اللي بتنفذ من المجتمعات نفسها، ترفعي الاحتياجات نفسها، فالناس حاسه ان ده
منها طالع منها وليها بجد في حسب ملكية المكان. فعشان كده بتلاقي إن بيتم الحفاظ على الخدمات اللي بتتعمل، ما بيحصل لهاش تدهور وخلافه. المساكن نفسها، البيوت نفسها، صحيح، حصل فيها تطوير وتحسين. ففكرة إن أنت بتخشي تعملي نقلة في حياة الناس، دي فكرة، دي قطاعات ما كناش يعني ما كانتش بتدخل تحت مظلة الحماية الاجتماعية أصلا. بالضبط كده. ليه؟ لأن هي في الآخر أنت بتبصي للموضوع من منظور رأس المال البشري، تنمية رأس المال البشري. رأس المال البشري ده هو قد يكون رأس المال الوحيد اللي بيمتلكه الأفقر والأضعف. فبالتالي أنت محتاج أن أنت تهتم بالتعليم، بالصحة، بأن أنت توفر لهم خدمات جيدة، فرص عمل. أنت لما هتعملي ده هتلاقي أن في فرص عمل بتتخلق. لما تشتغلي على فتح مثلا يعني مساحة للتطوع في المشروعات دي، فالشباب بيكتسبوا مهارات، فبالتالي بيقدروا يكونوا مؤهلين اكتر للشغل ده. التمكين، الجانب بقى بتاع خلق فرص العمل والتمكين للسيدات وللاضعف. فانت داخله من يعني داخله على الموضوع من منظور شامل جدا، مش بتعملي تدخل واحد لكن مجموعه من التدخلات بتخلق شبكه الحمايه اللي بنتكلم عليها. طيب حضرتك بتتكلم عن التدخلات، عايزين نربط شويه تدخلات الصحه بالتعليم الاساسي. واحنا عندنا اهتمام كبير جدا من الدوله خلال الفتره الحالية بمنظومة التغذية المدرسية اللي بتقدم ل 13 مليون طالب في المراحل التعليمية المختلفة. أهمية ده إيه وانعكاساته على حياة هذه الأطفال في المستقبل إيه؟ ده كلام مهم جدا. ليه؟ لأن أولا أنت النهاردة أنت بتحط التلميذ في المدرسة. التركيز والاستيعاب وقدرته على التحصيل إذا لم يحصل على غذاء مناسب وكافي هتلاقيها بتقل. كمان احنا كان عندنا مشكله كبيره جدا ان بنلاقي ان احنا كان عندنا نسبه التقزم ونسبه النحافه والانيميا والسمنه كانت عاليه جدا. النهارده بعد التدخلات اللي حصلت، سواء في مساله الغذاء المدرسي، سواء في مساله التكافل وكرامه والدعم النقدي، بنلاقي ان النسب دي بتقل بصوره كبيره جدا جدا جدا. وده بيثبت برضو ده واحد من الحاجات اللي بتجاوب على سؤال مدى نجاح المنظومه ايه. لما نبص على المسح الصحي للاسره المصريه الاخير بنلاقي ان في انخفاض كبير جدا في المعدلات دي، بينما دي كانت مشكله مزمنه وحقيقيه. قبل ثوره 30 يونيو ما كانش حد مهتم بيها وكان عادي جدا وكنا بنلاقيها. وانا افتكر ان كان من الكلام بتاع سياده الرئيس في البدايه خالص، وهو كان لسه مرشح حتى، كان اتكلم على الموضوع ده بتاع التقزم، بتاع ان في عندنا نسبه كبيره من الاطفال صحتهم سيئه، عندهم انيميا او سوء تغذيه او سمنه او تقزم، فبالتالي لابد من معالجه ده. وشفنا ان ده بيحصل بصوره ممنهجه، بقى العلاج بتاعه بصوره ممنهجه. لو اكتشفنا الموضوع ده بدري هنلحقهم. بالظبط. لا، وبعدين بدات تعملوا بقى ايه، يعني زي ما قلنا في الاول، ابدا اشتغل على تكافل وكرامه، فبتدي بتضمن حاجتين، بتضمن الاطفال ملتزمين في المدرسه، وبتضمن ان في فلوس داخله عائد لي او دخل للاسر، فبالتالي بتحسن من جوده الغذاء. المرحله الثانيه تحسين منظومه الغذاء المدرسي. الحاجه الثالثه المبادرات الرئاسيه للكشف على طلبه المدارس، وان احنا بنشوف الامراض اللي عندهم بالتوازي مع 100 مليون صحه. الحاجه الرابعه كمان مساله المبادرات اللي حصلت في مساله الاطفال ضعف سمع، القوقعه. وده كان مهم جدا، لان في حاجات كتيره جدا لما بتلحقها في الاول بتكون بتقدر تعالجها، تكون تكلفتها اقل، وبتحسن من حياه الطفل ده. واحنا ما بنتكلم على الاطفال والطلبه، ده مستقبل البلد. فبالتالي ان احنا النهارده اللي بنعمله ده استثمار في مستقبل البلد. بنتكلم كل طالب، كل طفل ده حياه. حد منهم ممكن يبقى عالم كبير، استاذ، صحيح، مهم، مهما كان عددهم كبير احنا محتاجينهم كلهم. كل واحد فيهم حياه ويقدر يكون قصه نجاح مذهله. يعني الطاقه الحقيقيه لمصر يعني احنا طبعا. صحيح صحيح. طيب، واحنا برضو بنتكلم عن فكره المخصصات الماليه بالنسبه لشبكه الحمايه الاجتماعيه في الموازنه الجديده. احنا دايما عشان نقدر نبني على اي خطوه بنعملها لازم يكون قدامنا ارقام واحصائيات، واحنا بنتكلم على هذه الشبكه الضخمه زي ما حضرتك قلت اللي بتتوسع بشكل افقي في كل القطاعات. احنا ايه اللي حصل من اول ما ابتدينا ان احنا نخطو هذه الخطوه الجديده وتكافل وكرامه ثم حياه كريمه؟ هل مثلا نسبه البطاله قلت؟ هل مستوى الفقر او نسبه الفقر بالنسبه لنا اختلفت؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي احنا لقيناه
او ايه اللي احنا وصلنا له او نتائج هذه الشبكه الحمايه شبكه الحمايه الاجتماعيه عشان نقدر نبني عليه فيما بعد؟ طيب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. احنا الحمايه الاجتماعيه بند الحمايه الاجتماعيه سنه 20 كان حوالي 256 او 65 مليار، مش متذكر بالظبط الرقم. السنه دي احنا مستهدفين 530 مليار، ففي مضاعفه في المخصصات. طيب المسألة المتعلقة بالبطالة والفقر، خلي بالك حضرتك من حاجة، احنا بقالنا من 2019 وداخلين في أزمات متتالية. صحيح. كورونا، ما تلا كورونا من اضطرابات عالمية، بعديها الغزو الروسي لأوكرانيا، بعديها ارتفاع أسعار الأغذية، بعديها رفع سعر الفايدة، كل دي أزمات مؤثرة على العالم ومؤثرة على مصر، بالإضافة طبعا لبعض يعني احنا برضو مكناش خلينا برضو واحنا بنحتفل بالذكرى العشرة لثورة يونيو، خلينا نفتكر ان احنا ما قبل ذلك احنا مكناش برضو في وضع كويس، يعني احنا كان عندنا مشاكل وهيكلية في الاقتصاد المصري، فلما ده يحصل مع ده فهتبقى عندك أزمة كبيرة. دور الحماية الاجتماعية في السنين اللي فاتت دي ان هي حامت مجموعة كبيرة من الناس من النزول اكتر تحت خط الفقر، وحتى الفئات الأفقر والأضعف حاولت إن هي تخلي عندهم الحدود الدنيا من الحياة الكريمة على الأقل يعني. ولو ده ما كانش حصل كنا هنلاقي إن في نسب كبيرة جدا أكتر بكتير جدا من نسب الفقر بتزيد أكتر، وعدد كبير من المواطنين بينزل أكتر تحت خط الفقر بصورة كبيرة. كنا نهي على الأقل سيناريو كارثي خلال كورونا. صحيح. فالفكرة كلها إن إحنا دلوقتي في وقت الأزمة الكبيرة اللي إحنا فيها ده، المهم ان احنا نحاول يعني نعمل حماية للناس، نوفر لهم الخدمات بجودة عالية، اتاحة لأكبر عدد من المواطنين للحصول على هذه الخدمات، ثم بعد كده ان شاء الله لما يحصل التعافي ونخرج منها نبدأ بقى نشوف مسألة الخروج من تحت خط الفقر ازاي، التمكين يحصل ازاي. لكن دلوقتي احنا في مسألة في فترة لازم نعمل فيها الحماية دي، وإلا هيبقى هو بالفعل حتى يمكن كمان نسبة البطالة في مصر بالفعل تراجعت. ده حقيقي يعني، ما ده برضو ده من الحاجات الكويسة. بجانب ده كمان خلينا ما ننساش حاجة يعني، برضو عشان حالة الأزمة الكبيرة اللي احنا فيها دي، بنشوف برضو لأول مرة ان احنا بيبقى في عندنا التشبيك والتكاتف ما بين الحكومة وبين المجتمع المدني. بنشوف تحالف الوطني للعمل التنموي، بنشوف مبادرة زي كتف في كتف الأكبر في تاريخ مصر. قبل بقى نتكلم عن فكرة التشابك دور الدولة مع عمل طبعا المنظمات الأهلية أو الجمعيات الأهلية، خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. شير فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مرة أخرى مع النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين في حديثنا مع نائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. سيد نائب، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن فكرة تشابكية الدولة مع عمل منظمات العمل الأهلي أو منظمات العمل المجتمعي. عايز أعرف من حضرتك النقطة دي مهمة قد إيه، وإزاي تطورت خلال السنين اللي فاتت؟ انا بس محتاج، احنا قبل ما ناخد فاصل بس كان في رقم كنت قلته لحضرتك اللي هو مخصصات الحمايه الاجتماعيه، فانا ما كنتش فاكر الرقم مظبوط، فعشان بس للمشاهدين هو تصحيح. كان في سنه 2021 263 مليار، السنه دي 531 مليار، فده يبين حجم ضعف الرقم بالظبط كده. فده يبين قد ايه حجم المخصصات بتاعت الحمايه الاجتماعيه، ويبين قد ايه الاهتمام بمسألة الحماية الاجتماعية وإزاي إن احنا نضمن توفير خدمات ذات جودة عالية للمواطنين وإتاحتها لأكبر عدد من المواطنين. ده ياخدنا لمسألة التشابك والشراكة بين المجتمع المدني وبين الحكومة المصرية. مصر من أقدم دول اللي في المنطقة اللي فيها، يمكن أول دولة تعمل فيها مجتمع مدني من أكثر من 200 سنة. على الرغم من ده ورغم كان في محاولات كتيرة جدا جادة فيه، ورغم العمل الخيري الكبير اللي كان بيحصل، لكن
لأول مرة بنشوف التشبيك وتعبئة الموارد دي، إن بدلا ما الناس كل حد بيشتغل في حتة لوحده بيحصل تحالف كبير بين منظمات المجتمع المدني بتخش في شراكة مع الحكومة، فبنلاقي إن احنا عندنا التنمية بيبقى فيها تكامل بين الأدوار. نلاقي إن احنا بنشوف إن في عدد كبير بيبقى بيحصل أول حاجة خلق قاعدة بيانات للمستفيدين مشتركة بينهم من بعض، فعشان ما يحصلش سوء توزيع للإعانات أو المساعدات، فنلاقي إن في فئات أكثر فقرا واحتياجا ما بتحصلش على هذه المساعدات، أو حد بيحصل على أكثر من على مساعدات من أكثر من جهة، فعشان يحصل عدالة في التوزيع واستهداف حقيقي للمحتاجين والفئات الأكثر فقرا واحتياجا، فاتعملت القاعدة دي. بدأ يحصل بقى بناء عليها توزيع لعدد كبير من المساعدات، سواء في صورة مساعدات نقدية أو في صورة مساعدات سلعية. توازي مع ده كمان حصل مجموعة من القوافل الطبية اللي شفناها، شفنا مبادرة كتف في كتف، ودي الأكبر قطر الخير الكبير جدا اللي حصل، يعني أكبر حاجة في أكبر مبادرة للتكافل الاجتماعي، مبادرة خيرية في تاريخ مصر شفناها كتف في كتف، ودي كان حاجة الحقيقة نموذج للي ممكن المصريين يعملوه، ونموذج ان لما بنحط المجتمع المدني مع الحكومة وبيحصل بينهم بعض شراكة وتنسيق بينهم بعض، بنشوف قد ايه ده بيعود بالنفع على عدد مهول من المواطنين وبيحسن من حياتهم. كمان في مسألة التطوع، العمل التطوعي، وبنشوف ان 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 بقى في مساحه واسعه لفرص كبيره للتطوع للشباب في مساله التحالف الوطني. كمان لما نبص على مؤسسه حياه كريمه، ودي مؤسسه مجتمع مدني، وشفنا بقى بنشوف احنا كنا لسه بنتكلم على المبادره والشغل الكبير اللي اتعمل في ربوع مصر كلها، واللي كل حد فينا ان كان بصوره مباشره او غير مباشره لمس المجهود ده وشافه قدامه ازاي بيتعمل، وده مجهودات شابة وعمل تطوعي مجتمع مدني مع الحكومة. لما بننسق مع بعض بنلاقي ان احنا بنقدر نعمل النقلة النوعية الكبيرة في حياة المواطنين. احنا بنتكلم على المجهود ده تاني، بكرر، اتعمل في وقت كان فيه أزمة كبيرة، خارجين من كورونا، داخلين في أزمة اقتصادية عالمية، العالم كله بيشتكي، احنا عندنا الاختلالات الهيكلية اللي عندنا، في وسط ده كله احنا قادرين نشتغل وقادرين نعمل تحسين في حياة الناس، قادرين نخلق فرص أفضل للناس، نخلق تمكين حقيقي للأضعف والأفقر. صحيح سيادة نائب، وانت بتتكلم من الحاجات كمان اللي لفتت نظري ان احنا بجانب ان احنا شغالين على مبادرات وعلى تدشين مبادرات لرفع مستوى المعيشه للمواطنين، احنا كمان شغالين وبنطلق مبادرات اخرى نفسيه وتوعويه زي مبادره وعي مثلا اطلقتها وزاره التضامن. تاثير ده ايه على حاله المواطنين النفسيه وانعكاساتها كمان على سلوكهم؟ ده مهم جدا، الجانب التوعوي ده مهم جدا، ومش بس مبادره وعي على فكره، يعني في برضو ارجع تاني لحياه كريمه، يعني يمكن انا يعني معجب جدا بالموضوع كده، لكن لما نيجي نبص على مساله ان وانت بتشتغل وبتعمل بنيه تحتيه وبتحسن من حياه الناس وبتخلق فرص عمل وبترمم بيوت وبتعمل بيوت جديده والكلام ده كله، جانب بقى توعوي، اولا انت بتوعي الناس، شفنا ان في جانب توعوي متعلق مثلا بالقضايا المجتمعيه مهمه جدا، مساله ختان الاناث مثلا، لان اللي بيحصل في توعية في الموضوع ده، توعية بزواج الأطفال إن إزاي ما ينفعش إن ده يحصل، توعية بالتعليم بأهمية التعليم، بالهجرة غير الشرعية، بمسألة عمالة الأطفال. عمالة الأطفال، فبنلاقي إن في حاجات كثيرة جدا بتحصل، جانب توعوي مهم جدا بيحصل بالتوازي مع ده، لأن أنت بالفعل أنت موجود في القرى، موجود في ربوع الجمهورية كلها، متواصل ومتلامس مع الناس، فمهم أن أنت وشغال على ده تحط التوعية دي علشان تقدر كمان ترفع من الوعي وتساعد الناس كمان في أن حياتها كمان تتحسن، وتبدأ أن لو في ممارسات غير سليمة متوارثة أو في صورة عرف اجتماعي أو غيره توعيهم بده، فتقدر تعمل المنظومة الشاملة لتحسين حياة الناس.
طيب سيادة النائب، الحقيقة احنا كان عندنا إرث خلينا نقول سيء وصعب مع مفهوم زي ما كنا بنتكلم الدعم والتمويل، حتى يمكن العمل الأهلي أو العمل الخيري، وكان في عدم ثقة، جسور الثقة مدة مرة تانية، بما أن احنا شفنا عمل بالفعل موجود على أرض الواقع. وكنا دايما بنسمع جملة أنه وصول أو إيصال الدعم لمن لا يستحق، ناس بطاقات تموين موجودة بقالها سنين ما حدش يعرف عن أصحابها حاجة، وكان حتى يمكن السلع اللي كانت بتروح لناس مش محتاجينها، وكنا بنشوف فعلا حاجات صعبة جدا بتحصل، منها إهدار لموارد الدولة، ومنها حتى أنه هذه المساعدات ما بتوصلش للناس. فسؤالي لحضرتك هنا، ده يتطلب قاعدة بيانات دقيقة، ويتطلب متابعة دقيقة، ويتطلب معايير واضحة وشفافية لاختيار المحافظات أو الأماكن اللي بيتم إيصال الدعم ليها. سؤالي لحضرتك، إيه هي المعايير اللي على أساسها بيتم اختيار المناطق أو المحافظات اللي بيتم إيصال الدعم ليها، أو حتى يمكن الناس المستفيدة من هذا الدعم أيا كان شكله؟ تمام. هي المسألة في الأساس ليه موضوع تنقيط قواعد البيانات مهمة والاستهداف الدقيق مهم؟ لأن ده إهدار لفرصة، إهدار لحق حد من المواطنين الأكثر احتياجا، بغض النظر عن مسألة الحجم بتاعها قد إيه، كل مواطن محتاج، ده فرصة أنت بتضيعها عليه. فبالتالي مهم جدا من منظور بقى أن احنا عايزين نعمل تمكين للفئات الأكثر ضعفا والأكثر هشاشة والأكثر فقرا، أن أنت تعملي هذا الاستهداف الدقيق. يمكن من برضو إذا احنا بنتكلم على الذكرى العشرة وثورة يونيو، ما قبل ذلك احنا شفنا ازاي بعض منظمات المجتمع المدني بتسيء استغلال ثقة الناس وتبرعاتهم، وان ازاي هي بتحصل على تبرعات المواطنين وفي الاخر تاخدها تمول بيها اعمال ارهابية تقتل بيها المصريين. وده كان طبيعي جدا تحصل حالة من عدم الثقة، ولازم كانت الناس تقف لحظة وتقول لا، احنا ازاي كل اللي كنا بنعمله بنية حسنة علشان نحسن من حياة الناس وفي إطار التكافل الاجتماعي وغيره، إن الجماعات دي بتاخد التبرعات دي وتقتلنا بيها وتقتل ولادنا بيها وتستهدف المصريين بيها. ما بعد 30 يونيو لقينا بقى إن احنا دلوقتي بدأت نموذج جديد، وبيحصل إعادة بناء جسور الثقة مرة تانية، وده تجلى في مسألة الشراكة ما بين الحكومة والمجتمع المدني، مؤسسة حياة كريمة، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ده مهم جدا. وده جانب، خليني أقول لك على حاجة، احنا بنتكلم على حجم بقى مهول بقى. كل ده جانب واحد من جوانب عمل المجتمع المدني. المجتمع المدني جوانب عمله أوسع بكده كمان بكتير، يعني مسألة التوعية والتدريب والتأهيل و المدافعة والمناصرة وكل يعني الثقافة التعليم، يعني ده في جوانب كتيرة جدا 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 نقدر نتحرك فيها، والبوتنشل فيها أو الفرص فيها مذهلة. لكن احنا بنبدأ بالأولويات. ده احنا في عندنا ناس بتعاني من أزمات حياتية مهمة، في الأزمة الاقتصادية، في فقر، في محتاجين الاحتياجات الأساسية. وبالتالي انا ارى ان اللي هيحصل بعد كده كمان النموذج الرائع للتشبيك بين الحكومه والمجتمع المدني، انا ارى انه هيحصل فيه توسع كمان، وهيحصل كمان فتح مساحات اوسع كمان للمجتمع المدني ان هو يعمل بحريه في المجالات المختلفه، زي ما بنتكلم في المجال الثقافي، التوعوي، التعليمي، التدريب، التاهيل، حاجات كتيره جدا 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 تقدر تنقل الحياه المواطن للاحسن بصورة كبيرة جدا. ده أول حاجة. نرجع بقى لمسألة القواعد البيانات والاستهداف التموين. لقينا أن حصل تطوير كبير للمنظومة، حصل تنقية كبيرة جدا للمستفيدين، لقينا في ملايين بتخرج ليس لهم أي حق في هذا الأمر، وبيهدروا فرصة على مواطن أكثر احتياجا وعلى حد أكثر احتياجا. التنقية بطاقة التموين ده كان مهم جدا، لأن خلق وفرات وخلق استهداف للأكثر احتياجا فعلا، الناس اللي فعلا محتاجة ده والفرصة دي تروح لهم. لقينا بالتوازي مع ده كمان، مع تكافل وكرامة، اتحطت الاشتراطات بتاعت الاستحقاق. وأنا أرى أن من المهم أن مسألة الاشتراطات بتاعت الاستحقاق دي يتم مراجعتها بصورة دورية، لأن
في الحالة المثالية المهم من أي برنامج دعم مش إن احنا بندخل قد إيه تحتيه، لكن قد إيه بنخرج ناس من تحت خط الفقر. صحيح. طبعا ده في الوقت الحالي ده يعني يعد رفاهية، لأن احنا عندنا أزمة حقيقية، فاحنا المهم دلوقتي إن احنا نحافظ على الناس ونوفر لهم الكلام ده. لكن بعد كده من المهم ان احنا نبص على مسألة استهداف الفقر، مش ان احنا بس نعمل المظلة بتاعت الحماية دي، لكن ازاي نعمل بقى المحتوى التمكيني. ويمكن ده موجود في حياة كريمة، لكن صحيح. عايزين المسألة بقى تتوسع اكتر من كده. مسألة المحتوى او الجانب المتعلق بتمكين الفئات الاضعف، تمكين النساء، تمكين خلق فرص عمل بصورة اوسع وهكذا. فالمسألة انا ارى ان في اللي جاي يعني في فرصه كبيره للتحسن في يعني هي بدات الجاي. في النقطه دي تحديدا بدات من قاعده بيانات دقيقه وسليمه صحيح. وتنقيط حتى البيانات اللي كانت موجوده بالفعل عشان نقدر ان احنا نوصل المستفيدين بالفعل الاكثر احتياجا زي ما احنا بنتكلم، وايضا فكره ان احنا كمان نقدر نخرج قد ايه من صحيح. تحت يعني هذه المظلة مش لأي سبب أكتر، بالعكس إن هم يبقى في جودة حياة أفضل ونوفر فرص عمل وما إلى ذلك، نقدر نساعد كمان ناس تانية. أنا بشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر سيادة النائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نورتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لك يا فندم. شكرا لحضرتك.